هي آخر مرة، وما عاد روح لعند بيلا مرة تانية. قلي لي شو بدك أعمل بعدين؟ أنا بدي أنجز المهمة وروح بسرعة. نارين، قلي شو هذا الشغل اللي عم تحكي عنه؟ كنت ناطر اتصال لهيك بحكي معك بعدين. الاجتماع رح يبلش. نارين، قلي اجتماعك بالمكتب؟ لكني بطريقي لعندك. نارين، بدي أعطيك إسوارة مشان تضل لابسها. جدي بعت لك إياها. سكري، أنا هلأ على الطريق الجديد. شو القصة؟ نارين شو عم يعمل بهالوقت جنب الطريق الجديد؟ هو ليش راح لهنيك؟ قبل ما يعمل نارين شي تصرف غلط ويندم عليه كل حياته، أنا لازم روح ولاقيه بسرعة. هلا صار وقت التنفيذ، رح نتابع الموضوع. أنا جوا البيت مباشرة كليا. شو لازم أعمل؟ لازم تستخدم الخنجر اللي معك لحتى تسرق بيت حماي. جيب كل الشغلات الغالية يلي بالبيت وحطهم معك بالشنطة. وجيب الشنطة لعندي بس. بيلا، انت فيكي شي؟ انا ما رح ساوي هالشي ابدا. طيب، لكن ما رح ساوي لك الشغلة يلي بتخليك مبسوط. رح اتخلص من كل هالشي الموجود عندي بالبيت. رح تضل كل حياتك عم تتمنى انه تحصل على وحدة منهم. لا تعملي هيك بيلا، انا بدي اخذ اخر قطعة من اللي انت محضرتيه بايدك، والا رح ازعل كتير. بدي اخذ بس اخر قطعه بيلا. نارين قريب من هذا المكان، بس هو وين يا ترى؟ اهلا وسهلا، اعطيني اياها بسرعه هلا. رح نجيب لك شيء مختلف كليا لاول مره بتاريخ التلفزيون. اسكتوا انتوا اثنين. شو بدك؟ لا تعملوا اي ضجه والا انا رح اقتلكم. لا، روحي وجيبي كل الشغلات الغاليه الموجوده ببيتك. يلا بسرعه. انا رح اروح. يلا يلا. جميع حلقات هذا المسلسل متوفره على وياك مجانا وبجوده عاليه.